مدرسة 7 يوليو للبنات شمال مدينة تعز أغلقت أبوابها مؤقتا أمام الطالبات اليوم الثاني على التوالي بعد تعرض محيطها للاستهداف من قبل الحوثيين بقذائف المدفعية الثقيلة، مما سبب الفزع والخوف وسط الطالبات وأولياء أمورهم، رغم أن المدرسة فاتحة أبوابها منذ بدايات الحرب. بالأمس كان واصل الضرب والقذائف مما أدى إلى يعني إصابة الطالبات بالذعر والخوف بوصول القذيفة إلى المحيط المجاور للمدرسة، فخافوا الطالبات وذعروا، وأيضا الأهالي تواجدوا للمدرسة لأخذ بناتهم، فرضوخا للوضع الذي حصل اضطرينا أننا نعيد الطالبات إلى منازلهم ونوقف العملية التعليمية. منازل المواطنين هي الأخرى لم تسلم من استهداف الحوثيين، فهذه إحدى أسر حي المشروع انتهى منزلهم بكل أثاثه وأصبح سكانه بالشارع بسبب قذيفة فاجأتهم ليلا إلى منزلهم بجريمة ترتكب ضد المدنيين بالمدارس والأحياء. الساعة 10 مساء قامت ميليشيا الحوثي المتمركزة في تبة السلال والسفتيل باستهداف المدنيين في حارة المشروع بقذيفة هاون أدى إلى دمار البيت وإفزاع الناس. الحمد لله لم يكن هناك ضحايا من المدنيين، لكن المنزل الناس يعني تدمر بالكامل. قمنا بإجلاء الأسرة وكانوا عبارة عن نساء وأطفال، أجليناهم إلى بيتنا مجاورة. برحمة الله سلم عيال ابني ومرة ابني، رحمة الله أرحم بني آدم، أرحمنا العدوان هذا الذي وقعت، أرحمنا هذه الحروب، أرحمنا الذي وقعت في بلادنا. 6 سنين نحن نعاني من القذائف، 6 سنين دمرت البيوت، 6 سنين وإحنا لم نخرج إلى طريق. وجريمة أخرى بحق المستشفيات التي أصبحت تستهدف دائما، رغم أنها والمدارس والسكان المدنيين من المناطق المحرم استهدافها وقت الحروب، لكن الميليشيات لا تلتزم بأخلاق الحروب ولا بالقانون الدولي الإنساني، كونها لا تمثل دولة ولا تعرف التزامات ولا أخلاق.